النجمة لطيفة رأفت إلى جانب النجوم الشباب سلمى رشيد، إيهاب أمير، رجاء بالمير وأحمد شوقي. هم النجوم اللي تم اختيارهم من طرف المرصد الوطني لحقوق الطفل تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم من أجل غناء ملحمة فنية ذات رسالة إنسانية تحت اسم الأطفال نعمة. هذه الأغنية هي من كلمات سمير المجاري، ألحان رضوان ديري، وتوزيع محمد علي، إخراج حسن القرفتي. تم تصوير الميوزيك فيديو منذ أيام بمدينتي طنجة وتطوان، وسيرى النور قريبا. وإحنا بدورنا كنتمنوا لهم كل توفيق في هذا العمل الإنساني. وما تنساوش لمزيد من أخبار الفن والمشاهير زوروا واش تريندينج على إنستغرام.